السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا اللي نحرر فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. الحمد لله على السلام. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا ترى الآية دي في سورة إيه يا راجل؟ ولا في آل عمران؟ ها؟ ولا في البقرة؟ طيب، يا ترى المنافسة ذكرت في القرآن كم مرة؟ التنافس، اللفظ ده ذكر في القرآن كم مرة؟ في ألفاظ لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة، زي لفظ السعادة مرة واحدة بس في سورة إيه؟ هود، في قول الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى السعادة في الجنة. من الألفاظ التي لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة لفظ المنافسة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لم يذكر المنافسة إلا مرة واحدة في سورة المطففين. وفي ذلك، يعني مش في الدنيا اللي الناس هتموت عليها، مش في الدنيا اللي الناس قتل نفسها عليها. المنافسة إخواني في الله، اللي شدني في معنى المنافسة إن المنافسة غير المسارعة. يعني لما ربنا يقول سارعوا إلى مغفرة، يعني كل اللي هيجي بسرعة هياخد، كل اللي هيجي بسرعة هيلحق، كل اللي هيجتهد هياخد. عارف لما اقول لك كل اللي هيذاكر هينجح؟ كل اللي هيذاكر هينجح، انما مش كل اللي هيذاكر هيطلع من العشر الاوائل، مش كل اللي هيذاكر عشان كده المنافسة قال لك لما يكون حاجة العدد فيها محدود، فمش كل اللي عايزها هياخدها، مش كل اللي هيجري لها هياخدها. يبقى في مواقع في الجنة العدد فيها محدود، مش كل اللي هيجتهد هياخدها، مش كل اللي هيتنافس هياخدها. يقول لك فلان الفريق الفلاني والفريق الفلاني بيتنافسوا على الدوري الاسباني مثلا، يبقى مش اللي الاثنين هيكسبوا بيتنافسوا، يبقى واحد بس اللي هيكسب. عارفين عكاشة بن محصن رضي الله عنه؟ ها، سيدنا عكاشة بن محصن لما النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عن من يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، فقال: ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. ام صحابي تاني؟ فالنبي قال له: انت منهم. ام صحابي تاني؟ قال له: وانا يا رسول الله. خلاص، سبقك بها عكاشة. يعني ايه؟ دي اماكن محدودة، هي كانت فرصة، هو كان فرصة ان واحد يقول ادعو الله يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام يدعيله. وراحت يا اخواني، زي مقام الوسيلة في الجنة هو مقام واحد، ما بياخدوش غير بشر واحد بس في الجنة، هو مقام واحد بس. عشان كده: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الناس يا جماعة لما عرفت ان الدنيا درجات قتلت نفسها على الدنيا، لما عرفت ان الدنيا ما هياش حاجة واحدة وما هياش درجة واحدة، قتلوا نفسهم على الدنيا. طبعا موقع الطريق لله يا جماعة ده يعني ايه، لازم يعني لازم نحيي موقع الطريق لله. يعني خلاص، لما عرفوا ان الدنيا درجات قتلوا نفسهم على الدنيا. احنا لما نعرف ان الجنة درجات ما بنجتهدش فيها ليه؟ سيدنا سعد بن خيثمة رضي الله عنه لما كان خارج لغزوة بدر، فكان هيخرج من البيت راجل واحد، فابوه قال له: اخرج انا. سيدنا خيثمة قال له: اخرج انا. ابنه قال له ايه؟ سيدنا سعد من الستة اللي قتلوا في بدر، من الستة اللي استشهدوا، قال له: يا ابي لو كان غير الجنة لاثرتك. لو كانت حاجة غير الجنة، يعني انتوا عارفين لما واحد يقول لك انا في الفلوس ما اعرفش ابويا، سعد بن خيثمة بيقول لابوه: انا في الجنة ما اعرفش ابويا، لو كان غير الجنة لاثرتك. اي حاجة الا الجنة كنت اخليك انت اللي تبقى مكاني، انما الجنة لا، في الجنة ما اعرفش ابويا، في الجنة ما اعرفش حد. الجنة واستشهد رضي الله عنه، رضي الله عنه. يبقى يا اخواني في الله، عايزين نتعلم معنى المنافسة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معاكم المصاحف يا اخواني؟ يا نهار ابيض، لسه معكوش المصاحف؟ قوم يا عم الشيخ، هاتوا شوية بطايق كده وزعوا الناس بطايق. مين اللي معاه البطاقة بتاعته؟ جميل، فين البطاقة؟
طب طلع البطاقة. يلا يلا يا اخواني، حلو جدا ما شاء الله، ده النسبة بتتطور ما شاء الله لك وتلا. لا ايه يا عم الحلوة دي، ده احنا قاعدين وسط اسود بقى. ها طلع البطايق، سورة المطففين، افتحوا صاد 588. يلا وزعوا المصاحف بسرعة، سورة المطففين. سورة المطففين اللي الناس يعني، سورة المطففين ده يا جماعة الصور اللي غيرت مجتمع كامل. سورة المطففين هي صاد 587، سورة المطففين دي غيرت مجتمع كامل، من الصور اللي الاثر التغيير بتاعها في الواقع رهيب. سورة المطففين اول سورة نزلت في المدينة المنورة، اهل المدينة كانوا اسوأ ناس في الجزيرة العربية في الغش التجاري، في التطفيف في الميزان. انتوا عارفين الوقت كده ما تلاقيش كيلو 1000 جرام، يا 50 جرام ناقصين، يا 100 جرام ناقصين، يا 70 جرام ناقصين، يا 40 جرام ناقصين. المدينة المنورة كانت اسوأ بلد في الجزيرة العربية في الغش التجاري وفي التطفيف. بعد سورة المطففين بقت امن بلد في الجزيرة العربية في التجارة، من الصور اللي لها اثر. المجتمع اتغير بسبب صورة، سورة المطففين غيرت فيك انت ايه؟ ايه الصورة اللي غيرت حياتك؟ يا جماعة الصحابة كانت الصورة بتنزل بتقلب لهم حياتهم. احنا ما بنتغيرش بالقرآن ليه؟ احنا ما بنتأثرش بالقرآن احنا كمان ليه؟ عارفين ليه يا اخوانا؟ لان احنا ما بنتعبش مع القرآن، لان ماسكة المصحف ديت حاجة قليلة قوي في حياتنا. كام يعني، انا عايز اسأل كام واحد من اللي قاعدين قدامي له ورد قرآن يومي لحد النهاردة؟ ورد يومي يرفع ايديه. ها؟ امام الله كده بالامانه، كم واحد من اللي قاعدين قدام اللي ورد القران يوم وبيقرا القران كل يوم؟ طب نزلوا ايدكم، طبعا نسبه 3% ولا حاجه. كم واحد من اللي قاعدين قدامي له ورد يومي في قيام الليل؟ ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. يعني يا اخواني ده حاجه يا جماعه، يعني احنا كده مش هننتصر يا جماعه، كده مش هنوصل يا اخواننا، كده مش هنصطفى، كده مش هنختار. كم واحد فينا يا جماعه له ورد قرآن يومي في قيام الليل زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي علامات الصالحين، علامات السالكين الى الله سبحانه وتعالى. فاحنا انتوا عارفين ليه ما بنتغيرش بالقرآن بقى؟ لان احنا اصلا ما بنتصلش بالقرآن، لان احنا اصلا ما بنتعبش مع القرآن. كنت بقرأ في بحث سجود التلاوة في شراح النصوص يعني، فبيكلموا في سجود التلاوة، لما تلاقي سجد التلاوة فبيكلموا من الفقهاء مختلفين، هي واجب ولا مستحب؟ يعني لما تلاقي سجد التلاوة واجب انك تسجد ولا مستحب انك تسجد؟ فاحد العلماء قال لك سجود التلاوة ده من حق التلاوة. الكلمة دي اثرت فيا قوي. عارفين يعني ايه من حق التلاوة؟ يعني قول الله يتلونه ايه؟ حق تلاوته. يعني من حق التلاوة، من التلاوة للقرآن حق التلاوة، انك تتفاعل مع ايات القرآن. فلما تلاقي سجدة تسجد، لما تلاقي اي دعاء تدعي، لما تلاقي اي بكاء تبكي. قلت سبحان الله، يعني من حق التلاوة انك تتفاعل وانت بتقرأ، من حق التلاوة انك تتأثر، من حق التلاوة انك تخشع. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة وهم قاعدين ماشي جميل، قال لهم لا، لقد كانت الجن احسن مردودا منكم، كلما قلت لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ما بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. تفاعل يا اخوانا، انت لما بتقرأ القرآن بتتفاعل معاه. لما بتقرأ انتوا في صلاة المغرب يا اخواني في الله، القرآن هز قلبكم؟ القرآن هز قلبك؟ حسيت ان انت قلبك بيطلع في السماء وانت بتسمع ايات القرآن؟ يا جماعة حق التلاوة انك تتفاعل مع القرآن وانت بتقرأه، مش بتقرأ جرايد، مش بتقرأ اخبار باهتة، انت بتقرأ النبأ العظيم. فهذا من حق التلاوة سورة المطففين. احنا عايزين صاد 588 بقى، عايزين نعيش يا جماعة، عايزين نعيش فوق. سورة المطففين جايبة نموذجين بعاد تماما عن بعض، جايبة لك نموذج اللي قاعد يغش عشان 30 جرام و20 جرام، المطفف ده اللي بيسرق شيلن في البيعة، اللي بيسرق 5 جرام في الكيلو، المطفف ده اللي بياخد حاجة بسيطة يسرق، يعني انسان حقير عشان شيلن ولا باريزة بيعصي ربنا وبيغضب ربنا. في المقابل شوفوا بقى، وفي ذلك، مش في الدنيا اللي الناس قطعت بعض عشانها، وفي ذلك، في هذا المشهد الباهر اللي هنشوفه مع بعض، فليتنافس المتنافسون. مفروض الناس تموت نفسها عشان النعيم اللي هنتكلم عنه ده. شوف قول الله سبحانه وتعالى في آية 18 صد 588،
سورة المطففين آية 18، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين المفسرين اختلفوا فيها، سدرة المنتهى ولا السماء السبعة ولا قائمة العرش ولا ايه، ولا قالوا ده كتاب يعني معناها قمة العلو. هنتكلم عن ناس في قمة العلو دلوقتي، هنتكلم عن ناس في الدنيا كانوا في قمة الارتقاء ففي الاخرة بقوا في قمة الارتقاء. خدوا بالكم يا جماعة، الناس دي ممكن تكون لسه عايشة، الوصف ده ممكن يكون وصف واحد او واحدة قاعدين وسطنا دلوقتي، الوصف ده ممكن يكون وصف حد مننا. كلا، ايه اللي كلا؟ كلا دي في الآية 13 بإذا تتلى عليهم آياتنا قال إيه؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال إيه؟ أساطير الأولين. يقول لك القرآن ده أساطير الأولين، فربنا قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ما هوش أساطير الأولين، ده انتوا اللي ذنوبكم قفلت قلبكم وعمت بصيرتكم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ده انتم اللي الذنوب. انت عارف انت ما بتحسش بالقرآن ليه؟ ذنوب. انت عارفة انت ما بتبكيش من القرآن ليه؟ ذنوب. بران على القلب، قافل على القلب. القرآن معجز، انما المشكلة في قلوبنا احنا يا جماعة، المشكلة في جهاز الاستقبال بتاعنا يا جماعة، المشكلة ان قلوبنا الصدى بتاع الذنوب مليها، فمش عارفين نستقبل القرآن وامواج القرآن. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اللي هيحجب عن القرآن في الدنيا هيحجب عن الله في الآخرة. اوعى تكون محجوب عن القرآن، اوعى يكون مفيش علاقة بينك وبين القرآن، اوعى يكون في حجاب بين قلبك وبين القرآن، اوعى يكون في حجاب ما بين قلبك وما بين نور القرآن. اوعى تكون سمعت الآيات في صلاة المغرب ما حسيتش بحاجة، فتحت المصحف ما حسيتش بحاجة، قريت قرآن امبارح ما حسيتش بحاجة، قريت سورة الكهف النهاردة ما حسيتش بحاجة. اوعى، اوعى يكون في حجاب بين قلبك وبين القرآن. احسن الحجاب ده يبقى بينك وبين رؤية الله يوم القيامة. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بعد كده الآية بتاعتنا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يعني إيه كلا؟ يعني مش أساطير الأولين، إن كتاب الأبرار لفي عليين. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الأبرار دول ما بقوش أبرار غير بالقرآن، معناه إن الناس دي ما طلعتش في عليين غير بالقرآن، معناه إن ربنا بيستشهد على إعجاز القرآن بثمرة القرآن في حياة اللي أقبل عليه. ربنا بيقول مش أساطير الأولين، شوفوا الثمرة بتاعته، شوفوا الأبرار اللي تخرجوا من مدرسته، شوفوا الأطهار اللي تخرجوا من مدرسة القرآن. أعظم دليل على عظمة القرآن ثمرة القرآن في الواقع. اللي بيقبل على القرآن بيتربى ازاي؟ عشان كده كلا القرآن مش أساطير الأولين، القرآن مش كذب، القرآن مش كلام بشر، القرآن مش افتراء. بدليل ايه يا رب؟ إن كتاب الأبرار اللي في عليين. قال له يعني ايه؟ يعني بصوا للثمرة بتاعته وانتوا تعرفوا انه من عند ربنا، بصوا للأثر بتاعه في القلوب وانتوا تعرفوا انه من عند ربنا. كنت بقرأ يا اخواني من يومين في قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، حسيت ايه ده؟ هو ايه ده؟ أول مرة كأن أنا حسي بالآية أنزلناه في ليلة القدر، يا نهار أبيض، يعني ليلة القدر دي احتفال بنزول القرآن، يعني الملائكة بتنزل ليلة القدر مش بتحتفل بينا، ده بتحتفل بنزول القرآن، واحنا بنصلي في ليلة القدر عشان نحتفل مع الملائكة بذكرى نزول القرآن. قال له وليلة القدر بعد سورة العلق، العلق اللي بتقول لك انت كنت حتة علقة سنت ونص في الرحم في يوم من الايام، حتة علقة متعلقة في رحمة ربنا، تيجي بعدها سورة القدر بتقول لك ان اللي عمل لك قدر هو القرآن، اللي رفعكم يا بشر بعد ما كنت علق الى مقام الابرار والصدقين هو القرآن، اللي هيعمل لكم قيمة هو القرآن. عشان كده بعد سورة العلق تيجي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. قلت سبحان الله، يعني احنا كل ليلة قدر بنجتمع والملائكة بتتنزل ونحتفل بالقرآن، وتاني يوم كلنا نعصي القرآن، عاملين زي ناس عملوا تتويج لملك من الملوك عليهم وقعدوا يحتفلوا بيه للصبح، وبعد كده تاني يوم الملك جاي يؤمر واحد بحاجة قال له لا 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 ملكش كلمة عليا،
جيناها واحد عن حاجة لا 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 لا, لا ما تشدش عليا. امال انتوا كنتوا بتحتفلوا بايه؟ هو معناه ان الامة واقفة ليلة 25 وليلة 27 مش عارفة بتعمل ايه؟ عاملين زي كدابين الزفة قاعدين نحتفل ومش فاهمين احنا بنحتفل بايه؟ احنا بنحتفل بان القرآن هو اللي عمل لنا قدر عشان نتوجه في الليلة دي ونسمع كلامه باقي السنة. فاذا بالامة تاني يوم ده يطلع على البنك يتعامل بالربا ودي تنزل تتبرج وده يروح يرجع لمعاصي السر تاني وده امال انتوا كنتوا بتعملوا ايه في ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني القرآن هو اللي عمل لنا قدر يا جماعة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ربنا بيتكلم على الأبرار. إيه الأبرار؟ عكس الفجار. إيه الفجار؟ الفاجر عارف تفجر الماء، يعني المية مندفعة ما فيش حاجة بتوقفها. يعني إيه الشاب الفاجر؟ الفاجر اللي ما فيش جوا ذرة خير توقفه لو اتعرض عليه اي كبيرة او مبقى يقع فيها. ليه؟ ما فيش جوا ذرة خير تقول له حرام، ضميره ما بيكلموش، ما عندوش ذرة تقوى لله تمنعه. عكس الابرار الايه؟ عكس الفجار. الابرار، الابرار اللي هو ما فيش جوا ذرة شر، ما بيعملش غير الخير، منطلق على العمل الصالح. عشان كده يقول لك بر الوالدين. يعني ايه؟ مش طاعة الوالدين. البر انك ليل نهار بتعمل لهم حاجات حلوة، انك بتطلع احسن ما عندك ليهم ليل نهار. ان كتاب الابرار لفي عليين. الناس اللي طلعت فوق بقى يا جماعة، الناس اللي عاشت في الدنيا في عليين، فربنا كتب لها بعد لها كتبها في عليين. الناس العالية، الناس اللي قلبها عالي، الناس اللي اهدافها عالية، الناس اللي احلامها عالية، الناس اللي خواطرها عالية، الناس اللي عزائمها عالية، هي دي اللي ربنا بيرفع لها كتبها في عليين. وما ادراك ما عليون. ده حاجة فوق الادراك، ده حاجة فوق التصور. ده في ناس عملت اعمال صالحة محدش فينا لو قعد يفكر فيها يعرف يتخيلها. وما ادراك ما عليون. انت عارف الكتاب ده فين؟ انت عارف الكتاب ده كرامته شكلها ايه؟ انت عارف الكتاب ده ربنا هيعمل ايه؟ ده دي لوحة الشرف بتاعت البشرية يا اخوانا. عليون ده لوحة الشرف بتاعت البشرية. اعظم اعمال صالحة بشر عملوها عشان ربنا، اعظم تضحيات بشر قدموها عشان ربنا، اعظم مجاهدة بشر جاهدوها عشان ربنا، ربنا جمعها في كتاب اسمه عليين. الكتاب ده فوق عند الملك سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه الا المقربون من كل سماء. اعلى الملائكة هي اللي بتنظر لهذا الكتاب. وما ادراك ما عليون. يا ترى انت ليك عمل في لوحة الشرف بتاعت البشرية؟ يا ترى انت ليك عمل في لوحة الشرف بتاعت البشرية؟ يا ترى ايه العمل اللي انت عملته ينفع يتكتب في عليين؟ يا ترى يا جماعة، عارفين موسوعة جينيس للارقام القياسية كده، اعلى حاجات انجازات اتعملت، اعلى اعمال اتعملت في البشرية، انت مالكش عمل فيها؟ يا جماعة المنافسة مش صعبة يا اخوانا، والله العظيم التنافس ما هو صعب. الناس هي اللي بتبص من بعيد وبتجري. عمر سيدنا ابو هريرة لما تنافس على الحديث وسط الصحابة واسلم في اخر 3 سنين في حياة النبي، ابو هريرة جاي في الاخر بقى امام الدنيا كلها في الحديث. ليه؟ تنافس لدرجة ان هو كان من الجوع يقع يغمى عليه قدام باب النبي عليه الصلاة والسلام، طب روح يا ابو هريرة شوف حاجة تاكلها، خايف احسن النبي يخرج يقول حديث ما يدركوش. اخر 3 سنين سبق اللي بقالهم 23 سنة. اخر 3 سنين يا جماعة، سيدنا معاذ تنافس على العلم بقى حامل لواء العلم يوم القيامة يا جماعة، رغم انه سيدنا معاذ بن جبل مات وهو صغير عنده 33 سنة رضي الله عنه. اخواننا المنافسة مش صعبة، بس القضية انك تعلي همتك، انك تقول انا عايز افوز بده. سبحان الله العظيم، اخر يوم في العمر واحنا راجعين، انا يعني رحت بفضل الله عمرات كتير وحجات كتير، عمري ما لمست الحجر الاسود، عمري في حياتي ما لمسته ولا قبلته طول عمري. يعني فضل ومنة الله، يعني اللهم لك الحمد على الكبير، اللهم لك الحمد من العمرات والحج، عمري ما لمسته. ابص الاقي اقتتال عليه، اقوم كمل يا عم خليك امشي، واهم حاجة الخشوع في العبادة اهم من انك تقاتل عليه وتاخد سيئاته وخلاص وتأذي حد. وانا راجع اخر يوم في العمرة، بعض اخواني قالوا تعالى نلمس الحجر الاسود، تعالى نقبل الحجر الاسود. لا يا جماعة، وقعد ابص على المنظر مش ممكن، تعالوا نطف وخلاص. بدأوا خدوني كده واحدة واحدة بهدوء،
صحيح في يعني امرأة سريلانكية ادتني علقة محترمة ما شاء الله، يعني انا ما كنتش متخيل ان في واحدة يعني ممكن تقاتل هذا القتال. النساء هناك بيقاتلوا وانا مش عايز المس حد ولا عايزة يعني مش عايز اذي حد خالص. سبحان الله العظيم في خلال دقائق لقيت الموضوع راق، دخلت لمسته، قبلت الحجر الاسود. انا مش مصدق، هو ايه يا جماعة ده؟ هو الموضوع من بره دايما المنافسة بيبقى شكلها صعب، انما اللي بياخد الامر بالعزيمة وبيدخل بيلاقي الموضوع سهل. تلاقي نفسك بعد كده قال لا ده انا عايز كل شوية اروح اقبل الحجر الاسود بقى، ده الموضوع ما طلعش مشكلة كبيرة ولا حاجة. يا اخوانا لازم تعلي همتك، لازم تعلي همتك، لازم تعلي نيتك. وما ادراك ما عليون، انت تعرف لوحة الشرف بتاعت البشرية دي ربنا مكرمها قد ايه؟ كتاب مرقوم، الرقم، الحفر في الصخر، الاعمال اللي الناس دي عملتها مش هتضيع عليها، مش هتمحى. وما كان ربك نسيا، من الايات اللي بتأثر في قلب الواحد قوي، وما كان ربك نسيا. اوعى تفتكر ان ربنا هينسى لك اي عمل صالح عملته، اوعى تفتكر ان ربنا هينسى لك اي ليلة قمتيها، اوعى تفتكر ان ربنا هينسى لك اليوم اللي كان نفسك تنام فيه وقمت تصلي، ولا اليوم اللي انت كنت جعان فيه وتصدقت على فقير بتمن اكلك، ولا المشاوير اللي انت تعبت عشان الدعوة فيها. وما كان ربك نسيا، ربنا ما بينساش الاعمال الصالحة يا جماعة، ربنا ما بينساش كل تضحية بذلت في سبيله، ولا كل نقطة عرق سالت في سبيله، ربنا ما بينساش يا جماعة، ربنا مش هينسالكم سعيكم إليه، ربنا مش هينسالكم رغبتكم إليه، ربنا مش هينسالك كل لحظة عشتها عشانه سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، كتاب مرقوم. اوعى تظن ان العمل اللي انت عملته عشان ربنا ضاع، كتاب مرقوم ازاي؟ اصل يا جماعة من ضمن الاعمال دي ناس ضحت بدمها، وفي ناس بصت وضحكت وقالت راح دمهم هدر. ايه اللي خلاهم يتكلموا؟ ايه اللي خلاهم يقولوا كلمة الحق؟ ايه اللي خلاهم يضحوا بحياتهم؟ ايه اللي خلاهم دمهم يروح هدر؟ فربنا بيقول لك كتاب مرقوم، لو البشر قالوا ان دول ضحوا بعمرهم هدر، ربنا بيقول لك اعمالهم محفورة عند ربنا مش هتضيع. اللي ضحى بحياته عشان ربنا، اللي ضحى بماله عشان ربنا، لما ابو بكر طلع ماله عشان ربنا، بالتأكيد في ناس قالت عليه ايه الجنون ده، ازاي انسان يعمل كده، بالتأكيد في كفار سخروا منه، بالتأكيد كل واحد منكم كل واحدة منكم ممكن يكون له حد من اصحابه يبصله ويقوله هو بيعمل كده ليه، هو معقد نفسه ليه. لو البشر اتريقوا عليك افتكر ان الكتاب اللي عند ربنا مرقوم، افتكر ان ربنا لن يمحو لك هذا العمل، افتكر ان ربنا مش هينسى لك العمل ده، افتكر ان عملك الصالح مش هيضيع عند ربنا. يشهده المقربون، يا نهار ابيض، يعني كتاب الاعمال بتاع عليين ربنا بيجيب المقربين من ملائكة السماوات السبعة ويخلوهم يشهدوا. عارفين يا جماعة ان يشهدوا؟ يشهدوا يا اخواننا مش يقرأوا، يقرأوا يعني مكتوب فلان ضحى بحياته عشان ربنا. امال يشهدوا دي ايه؟ عارفين لما واحد يبص على صوت وصورة، منظر صوت وصورة، الملائكة تشوف البراء ابن مالك وهو بيرمي بنفسه من فوق الحصن، من فوق باب الحصن ويدخل جوه عشان يفتحوا للمسلمين. الملائكة يشوفوا صوت وصورة. ابو دجانة سيدنا حرام بن ملحان وبيطعن من ظهره وينثر الدم على جسمه ويقول فزت يا رب الكعبة، صوت وصورة. الملائكة بتشوف بطولات البشر وهم بيعملوها عشان ربنا. يا ترى لو انت فكرت في عمل واحد في حياتك يشهده المقربون، يا ترى ايه؟ انا عايزك تفتكر الوقت عمل واحد والواحد قاعد يفكر يشهده المقربون، ايه العمل اللي انا ممكن يشهده المقربون ليا؟ حتى فكر يا اخواني، ايه يعني ايه اكتر حاجة عملتها في حياتك؟ يعني صليت مثلا ركعتين وعيطت؟ ايه يعني لما تتخيل كده المشاهد اللي في عليين الملائكة بتتفرج عليها والملائكة تعظم هؤلاء البشر الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم لاجل الله. في ناس يا جماعة عملت اعمال بطولية، في ناس وصلت من اليقين والفداء لدين الله عملت اعمال بطولية. ايه العمل اللي ليك اللي يشهده المقربون؟ تخيلت كده سبحان الله العظيم يشهده المقربون، يعني تخيل انت في الدنيا تلاقي مثلا شريط الشيخ فلان جنبه، درس الشيخ فلان جنبه، فانت ايه تقول انا عايز اسمع مثلا
أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد مثلا. فأنت قدامك مجموعة واسعة من الدروس الدعوية، بس أنت اخترت إيه أقوى حاجة بتزلزل قلبك وتهز قلبك مثلا. تخيلت كده، يا ترى الملائكة وهي قدامها أعمال فلان وأعمال فلان وأعمال فلان وأعمال فلان، هتختار أعمال مين تتفرج عليها؟ هتشد أعمال مين عشان تبص فيها؟ مين الأعمال هتشد الملائكة ان هي تشهدها؟ يا جماعة في ناس بتتنفس فوق، يا جماعة في ناس عالية قوي. طب انتوا يا اخواني زهدتوا في الدنيا وقلتوا مش عايزين الدنيا، وانت يا بنت لبست نقاب ولبست اسود في اسود وقلت انا لا عايز امشي بمكياجة ولا متبرفنة ولا لابسة هدوم ضيقة، طب انتوا يا جماعة طلقتوا الدنيا، طب اتنفسوا في الاخرة بقى. يعني انت سبت الدنيا وسبت الاخرة؟ يعني هو الدين مش ان انا ازهد في الدنيا وبس، انا بزهد عشان افضل الاخرة. يعني انا مش بزهد في الدنيا عشان اقعد فاضي. انت حرك بتشتغل ايه؟ بشتغل زاهد. يعني ايه؟ يعني انت بتسيب الدنيا عشان توفر طاقتك للاخرة. يا اخوانا احنا سيبنا الدنيا عشان نفضل الاخرة، فين الجهد بتاع الاخرة؟ يشهده المقربون. تخيل بقى لما ربنا يجيب المقربين من الملائكة ويباهي بهؤلاء البشر الملائكة، يقول لهم شفتوا عبدي فلان عمل ايه؟ شفتوا؟ يبقى يعني انت متخيل المقربين من الملائكة دول بيعملوا ايه؟ يبقى العبيد من البشر دول عملوا ايه؟ عدوا بطولات شكلها ايه؟ يشهده المقربون. الافق عالي قوي. ان الابرار لفي نعيم، إن الأبرار لا في نعيم. ربنا بيقسم إن الأبرار الأطهار اللي حياتهم كلها كانت عمل صالح لا في نعيم. في فرق بين النعمة والنعيم. النعمة أنا ممكن يكون عندي 1,000,000 جنيه بس عندي مرض منعني أن أنا أتمتع بالفلوس أو أكل اللي أنا نفسي فيه. إنما النعيم النعمة الكاملة اللي ما فيش فيها أي شيء بينغصها. ممكن واحد عنده 10 عيال 9 منهم الأوائل على الجمهورية في كل حاجة، وواحد منهم مكرهه يعني واحد منهم بيطلع عينيه من الهم اللي هم ده. واقوله النعيم ان كل حاجة تمام، ان كل حاجة كاملة، ان مفيش اي منغص. ليه؟ لان هم يا جماعة عاشوا عشان ربنا، فربنا بينعمهم. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. ينظرون لايه؟ ينظرون لايه؟ لوجه الله. ما احنا بنقول اعلى حاجة، احنا بنتكلم الوقت عن اعلى افاق في الجنة على الارائك. الاريكة دي ايه؟ قالك في اللغة الاريكة دي لازم 3 حاجات تجتمع عشان يبقى اسمها اريكة. لازم يبقى فيه زي سرير كده زي كنبة فخمة، ولازم يبقى فيه حاجة زي شلت كده او سندات، ولازم يبقى فيه غشاء رقيق نازل عليها كده. فبعض المفسرين قالك ده شبه الناموسية، بس هو ما فيش في الجنة ناموس عشان تبقى شبه الناموسية. امال دي شبه ايه؟ التلات حاجات دول مع بعض. ربنا يجوزكم يا شباب. شبه ايه؟ ايه؟ الكوشة بتاعت الفرح. التلات حاجات دول كوشة بتاعت الفرح. كأنك عريس على طول. عريس على طول على الارائك. عريس على طول. ينظرون، يتمتع بالنظر الى وجه الله ويتمتع بالنظر الى النعيم. يعني اعلى النعيم على الاطلاق. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. مش ترى في وجوههم، تعرف في وجوه. اول ما تشوفهم كده تعرف ان الناس دي سعيدة. الانسان السعيد لما تشوفه تعرف وشه انه سعيد. الانسان المرتاح لما تشوفه تعرف وشه انه مرتاح. الغني المنعم اول لما تشوفه تلاقي ايه؟ الدم هيبخ من وشه كده من كتر البروتينات اللي قاعد ياكل فيها صح احنا بنحسدهم كده؟ لا تلاقي لما تشوفوا كده لهم غلابه غلابه يا جماعه. تلاقي تحس فعلا انك انت الراجل ده متنعم يا جماعه، ونظره النعيم في وشه باينه. تخيل بقى في الجنه تعرف في وجوههم نظره النعيم. الله. يسقون من رحيق مختوم. الحاجه اللي موتت الناس على الدنيا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا بهم ازواجا ايه؟ الى ما متعنا به ازواجا منهم ايه؟ ازواجا منهم ايه؟ زهرة الحياة الدنيا. الناس هتموت على زهرة الدنيا. يعني كل برج من ابراج المشاة دي زهرة.
كل عربية ماشية في الشارع دي زهرة، كل موبايل 60,610 معرفش الماركات الجديدة اللي طالعة دي محدش بيعرف الوقت يعدها، كل دي أزهار يا جماعة، أزهار، كل الدنيا دي شوية أزهار. طب والزهرة النحلة بتدخل عايزة تاخد من زهرة ايه؟ ايوه ما شاء الله الناس شغالة معاها الرحيق، يبقى الناس بتقتتل على رحيق الدنيا. فربنا بيقول لك اهل الجنة يسقون من ايه؟ رحيق. طب ايه الفرق؟ يعني ايه الرحيق؟ الرحيق ده العصير الصافي الخالص. حد منكم خد رحيق ازهار قبل كده؟ حد منكم فتح ازهار كده وبيتدبر في خلق الله وشرب الرحيق بتاعها؟ فيش حد عملها؟ عملتها يا راجل؟ طب اخدني معاك بقى. شوف شوف الرحيق ده، الرحيق ده يا جماعة عصير صافي خالص خالص. فالناس عايزة الدنيا الصافية، عايزاها تصفى لهم وتحللهم، ولا عمرها لها تصفى ولا هتحلى. الدنيا دي وحشة يا اخواني، الدنيا دي ملعونة والله العظيم. كل يوم بيعدي على الواحد في الدنيا بيعرف انها ملعونة. الواحد اول ما التزم ولسه عنده 20 سنة بقى وفي العشرينات وكان يقعد بقى ايه يعني، يقعد بقى يقول يا جماعة الدنيا ملعونة وزادوا في الدنيا، ومش عارف يعني ملعونة. كل يوم هيعدي عليك في الدنيا هتعرف يعني ملعونة. اما النهاردة يموت اقرب حبيب ليك، وبكرة يموت شاب عمرك ما كنت تتخيل انه يموت، وبعده ابوك يموت، وبعده امك حبيبتك تموت، وبعد كل يوم هتعرف يعني ايه الدنيا ملعونة. معظمكم لسه صغير، بس كل ما هتكبروا هتعرفوا يعني ملعونة. كل ما هتكبروا هتعرفوا اللعنة بتاعت الدنيا. والله العظيم يا اخواني ملعونة ملعونة. كفاية ان اللي دخلوا جهنم دخلوا جهنم بسببها، كفاية ان اللي شغلك عن ربنا هي، كفاية ان الحاجز اللي بينك وبين الله هي ملعونة. بس مين اللي يفهم انها ملعونة؟ مين اللي يفهم انها ملعونة ويركز في الاخرة ويسيبه ويزهد فيها؟ مين اللي يفهم كده يا اخوانا؟ يسقون من رحيق، اهل الدنيا هيموتوا على رحيق ازهار الدنيا. عايزها تصفى يا ابني؟ والله ما هتصفى. لا الاستاذ الكبير فلان الفلاني فجأة الحقوا روحوا عزوه في ابنه اصله مات مش عارف راح فين مات، لقوا الدكتور الكبير فلان الفلاني عين مراته اصيبت بمرض خطير جدا ومسافر عشان يعالجها، لقوا التاجر الكبير فلان. مفيش يا اخوانا ما بتصفاش. اللي عايزها تصفى له مجنون، اللي عايز رحيق الدنيا ده انسان مجنون. مفيهاش رحيق، مفيهاش رحيق، هي بس من بره بتخدعك، انما عمرها لا بتصفى ولا بتحلى. بتعذب اهلها، بتمسح باهلها الارض والعياذ بالله، بتمسح باللي بيحبها الارض، ما بتسيبهوش غير وهو محطم نفسيا. تمشي بره في اوروبا تلاقي يكلم الناس يقول لك I am stressed and depressed. يا نهار اسود، امال انت عايش ليه يا ابني؟ stressed and depressed يعني توتر وكتاب، توتر وكتاب. انا ما بتسيبش اصحابها غير كده، ما بتسيبش اللي بيحبها غير كده، وهي محطمها. فربنا بيقول لك يسقون، يعني ما بيمدش ايده يشرب، ده هو اللي بيتسقي، ده الملائكه بتسقيه، زوجته بتسقيه، حاجه نعيم بقى. يسقون من رحيق، الصفاء مش هتصفى غير في الجنه، مش هتحلى غير في الجنه، من رحيق مختوم ختامه مسك. يعني يشرب الكوبايه كده ها في النهايه يلاقي ريحه المسك طالعه، ريحة المسك يشمها، يعني كل حاجة نعيم، وهو بيتنعم مناخيره بتتنعم، الشم بيتنعم، ال 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 النطق، كل حاجة يا جماعة. الجنة كل حاجة فيك بتتنعم، كل حاجة فيك بتتلذذ، مفيش جزء فيك ما بيتلذذش بكل صنف من أصناف النعيم. ختامه مسك. وخدوا بالكم يا جماعة المسك لو دورتوا عليه في اللغة هتلاقوه من مادة مسكة، مسك على اختلاف بقى علماء اللغة يعني المسك جاي منين، مادة مسكة. يعني يا جماعة الناس دي كانت متمسكة، الناس دي ربنا ادها النعيم ده عشان تمسكها، والذين يمسكون بالكتاب، الناس دي تمسكها بالدين مهما الناس جرت ورا الدنيا هو ماسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الايه؟ على الجمر، وماسك حتة جمر وماسك، مش هسيب، صعب مش هسيب، كله بيتريق عليك مش هسيب،
الدنيا قدامك هتندم، مش هسيب، مش ممكن هسيب. عيش حياتك يومين، مش هسيب. شبابك مش هيرجع تاني، مش هسيب. ماسك، ماسك في الدين، قابض على الجمر، عارف ان هو ده المصلحة، عارف ان هو ده اللي هيلاقي ثوابه في الاخرة، عارف ان كل ما سوى هذا جنون. ختامه مسك، لان ختام الاعمال بتاعتهم كانوا بيفضلوا حتى الختام في الصلاح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافس ده عارف الانسان اللي بيتنفس، الانسان اللي هو نفس ان ينالها غيره، لا يمكن حد هياخدها غيري. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني ربنا بيقول لك قول لا يمكن حد هياخد ده غيري، لا يمكن حد على الارائك هينظر الى وجه الله ويجي الملائكه تسقيه من الرحيق المختوم اللي ختامه مسك، لا يمكن حد هياخد دي غيري. لو مفيش غير واحد هياخدها في الجنه هيبقى انا، لو مفيش غير 10 هياخدوها في الجنه هبقى منهم، لو مفيش غير عدد قليل هبقى منهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا بيقول لك اتنافس، ادخل المنافسه، ادخل. انت واقف ليه؟ النعيم ده يا جماعه، النعيم اللي كل حاجه فيها فوق وجاي في صوره المطففين بتاعه اللي بيسرقوا 20 جرام و10 جرام، كان ربنا بيقول لك شوف ناس يعني في السفلى قد ايه وناس عاليه قد ايه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. تسنيم دي جايه منين؟ حد عارف كده يشغل معايا ذهنه كده، احنا مع بعض يعني. ايه نسيم؟ لا مش من تنسيم، من تسنيم. تسنيم من جذر ايه؟ جذر اللغه بتاعها ايه؟ هلا قول يا ايه، هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ ما تقول يا ابني. ايوه كده، من سنم، سنام الجمل اللي هو اعلى شيء في الجمل. عشان كده العلماء قال لك تسنيم دي اعلى عين في الجنه، اعلى عين في الجنة. وفي علماء قال لك تسنيم دي اعلى عين والماء بينصب منها الى اهل الجنة، فجاي لهم من فوق. تسنيم دي كأنها سنام الجنة، اعلى نعيم في الجنة. واخدين بالكم يا جماعة من الالفاظ؟ عليين اعلى شيء، يشهدوا المقربون اعلى ملائكة، على الارائك ينظرون الى وجه الله اعلى نعيم. من تسنيم سنام الجنة اعلى شيء واعلى نعيم في الجنة. فليتنافس المتنافسون، صراع الكبار الاوائل على الجنة. ان الابرار، الابرار كامل الطهارة، اعلى مقامات في الدين. الايات بتتكلم عن ناس افق عالي. الافق ده كله بسبب ايه؟ طلعوا الافق ده بسبب ايه؟ ها اول حرف شرحناه، كلا ان كتاب الابرار لا في عليين. قلنا كلا يعني ايه؟ يعني القرآن مش اساطير الاولين، بدليل ان النموذج ده اللي خرجوا القرآن. يبقى الناس دي مين اللي صنعها؟ القرآن. مين اللي رفعها؟ القرآن. مين اللي علاها؟ القرآن. الآية الرهيبة اللي ربنا بيقول فيها اقرأ وربك الاكرم. اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القرآن ايه؟ اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القرآن ايه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. اول اسم من اسماء الله الحسنى نزل في القرآن الاكرم، كأن ربنا بيقول لك هتغرق كرم في طريق ربنا. فربنا بيقول لك اقرأ وربك الاكرم، اقبل على القرآن وسترى كرم الله، اقبل على القرآن وسترى فتح الله، اقرأ وربك الاكرم. يبقى يا جماعة اللي رفع الناس دي هو القرآن. ومزاجه من تسنيم، ده خلطات سرية. عينا يشرب بها المقربون. ايه الفرق بين عينا يشرب منها المقربون وعينا يشرب بها المقربون؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ يشرب منها يعني بيشرب منها، امال يشرب بها يعني ايه؟ عارفين المحلات اللي بتبقى بتاعت الشباب؟ الشباب يقوموا رايحين بالعربية نازلين الازاز، يقوموا ايه؟ جايين لهم حاطين لهم الصينيه على الازاز وعليها المشروبات والكوكتيل والمأكولات، والشباب جايين بقى ايه؟ يبقى جو مبهج جدا بالنسبه للشباب، والشباب جايين بالعربيات بتاعتهم، وكله ينزل يقف مع بعضه ويتكلم مع بعضه، ويبقى مكان تجمع البهجه ده. ايه؟ عينا يشرب بها المقربون، يعني دي النادي الاجتماعي بتاعت المقربين في الجنه.
يعني ده المكان بتاع التجمع والاستمتاع والجو الاجتماعي بتاع المقربين في الجنة. كل ده يا جماعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخواني في الله، ايات الجنة ما بتهزش قلبك ازاي؟ انا آية زلزلت قلبي في العمرة اللي فاتت دي، وانا اول مرة اخد بالي منها في قول الله في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان اللي هم السابقين. بعد شوية ربنا بيقول ومن دونهما جنتان، من دونهما اقل منهم يعني اصحاب اليمين. فربنا اخر سورة الرحمن مقسوم نصين، نص بيوصف لك السابقين ونص بيوصف لك اصحاب اليمين. فلقيت ربنا بيقول مع السابقين فيهما عينان تجريان، وبعد كده مع اصحاب اليمين فيهما عينان ايه؟ نضاختان. نضاختان النضخ الرش، النضخ الرش اللي هو ايه؟ ارش، وبعد كده امرش تاني، وبعد كده امرشش تالت، وبعد كده امرشش رابع. قلت سبحان الله ليه؟ لان السابقين اعمالهم كانت جارية، ما كانش حاجة بتوقفهم عن العمل الصالح، ما كانش في اي شيء بيوقفهم عن الله، ما كانش في اي حاجز بيقف منهم وبين الاقبال على الله، فالنعيم بتاعهم بيجري مستمر ما بيقفش. انما اصحاب اليمين العين بتاعتهم نضاخة، ترش وتقف، ترش وتقف، ترش ليه؟ لانهم ما كانوش مستمرين على العمل الصالح. فكل واحد من الاثنين خد جزاء من جنس العمل ده، كان بينطلق ويقف وينطلق ويقف، وده كان دائم الانطلاق. يا ابني اللي انت بتعمله الوقت هو اللي انت هتجنيه يوم القيامة، اللي انت بتزرعه الوقت ربنا قال في جنة السابقين ذوات افنان. ليه؟ تفنن في العمل الصالح، تفنن في العمل الصالح على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انما يبدع، قريب الفلاني زعلان مني، طب اصالحه ازاي؟ يبدع بقى، ازاي يصالحه، ازاي يوصله، ازاي يعرف قريبه؟ تفنن. فربنا اداله جنات ذوات افنان، فنون النعيم كلها. انما التاني مدهمتان، يعني لونها اخضر، جميل قوي انك انت تدخل جنة لونها اخضر، انما مفيش وجه مقارنة ما بين المدهمة وما بين ذوات الافنان، مفيش وجه مقارنة ما بين العين النضاخة وما بين العينان اللي تجريان، مفيش وجه مقارنة ما بين فاكهة ونخل ورمان وما بين من كل فاكهة زوجان. نعيم اصحاب اليمين جميل، انما مفيش وجه مقارنة بينه وبين نعيم السابقين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. العشاء يا راجل، طب اتفضل معلش. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. عايزين نتحرك على ديننا يا جماعة. يعني إيه إنك تتنافس؟ يعني إيه إنك أنت تدخل منافسة؟ اوعى يبقى الدين بالنسبة لك يا إما يجي ديليفري يا إما مش عايز دين، يا اما ان الدين يجي لحد عندي، حد يجي يكلمني في الدين، حد يجي ياخدني الاقي نشاط كويس قريب مني او في بلدي، يا اما الدين يجي لي ديليفري، ربنا يبعث لي الدين ديليفري بقى عندي لحد عندي، يا اما انا مش عايز دين. اوعى تبقى من النوعية دي، اتحرك عشان دينك. يا اخوانا انا لو جبت يعني حلة مية كده بتغلي وقمت جايب حتة لحمة نزلتها فيها شوية وبعد كده شلتها، وبعد كده نزلتها دقيقة وبعد كده شلتها، وبعد كده نزلتها دقيقة وبعد كده شلتها، حتة اللحمة دي عمرها ما تستوى، هتبوظ، بالعكس هتبوظ. او بالظبط ده اللي انت بتعمله في قلبك، انت تقوم جاي حاضر درس وبعد كده تفضل لك كذا يوم ايه في الدنيا، وبعد كده اما اصلي شوية وبعد كده كذا يوم في الدنيا. انت لازم حتة اللحمة لو فضلت في حالة الماء ده ساعتين هتستوي. عايزين نتحط في بيئة الايمان يا جماعة، عايزين نسعى على ديننا يا اخوانا. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب. لو اتحركت ربنا هيديك قلب، لو اتحركت عشان دينك ربنا هينور قلبك بالايمان. انما القضية اقرأ النهاردة في قول الله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الحصان حصل ضمور في خصر من كتر اللف، ناس بتلف في الارض عايزة توصل لربنا، ناس بتلف الدنيا زي سلمان الفارسي قبل النبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصل لربنا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يا اخوانا اتحرك على دينك. سبحان الله العظيم في السفرية اللي فاتت
يعني ربنا من عليا ويعني قلت اروح كده ايه اشوف اخوة التبليغ في اصل البلاد بتاعتهم بقى البلاد اللي خرج منها هذا المنهج، اشوف الوضع ايه، اشوف الدنيا ماشية ازاي، اشوف الدنيا من اصلها ايه، الموضوع ايه. ذهبت الى يعني المؤتمر السنوي بتاعهم في بنجلاديش بيبقى فيه امراء العالم كلهم وربنا من علي يعني، وجلست كل هؤلاء بدأت اشوف، لقيت ناس يا جماعة الواحد كان هنهار عدة مرات، ناس على البساطة اللي هم فيها، انما منهج التضحية لاجل الدين مهول من اول نقطة تشرق عليها الشمس على وجه الارض في جزر فيجي، تقعد مع اخوة يقولك انا رحت جزر فيجي وقابلت هناك فلان، اول نقطة تشرق عليها الشمس على وجه الارض حتى اذا بلغ مطلع الشمس لاخر نقطة تغرب عليها الشمس على وجه الارض في شيلي، قاعدين يلفوا الكرة الارضية كلها، يلفوا لحد القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لحد الدول اللي في شمال اوروبا اللي كلها جليد اللي احنا ما نعرفش اسمها اصلا. قاعد مع اخ يقول لي وانا في سيبيريا واللي قام هناك يعني زي عواصف جليدية او فانا لبسنا كذا خف على بعض فانا ما كنتش عارف حكم المسح على كذا. سيبيريا اللي كان عاملين الاتحاد السوفيتي المعتقل لما يحبوا يشردوا حد في الارض يودوا سيبيريا حيث الجليد في شمال الارض. سيبيريا يقول لك وانا خارج هناك عشان ادعو الى الله. ما هذا اخواني؟ احد اخواني يعني سبحان الله العظيم شاب من الشباب صغير يعني لو قعد وسطنا انت مش هتاخد بالك انه هو يعني شاب، بيقول لي يعني سبحان الله العظيم يعني خرج معهم في الهند على في الباكستان على الحدود ما بين باكستان والهند، بيقول لي رحنا قرى عندهم عقيدة ان لو مسلم سني لمسه، هم مسلمين بس صوفيين، لو مسلم سني لمسه يتنجس ولازم يستحمى، لو مسلم سني دخل مسجدهم المسجد كله عندهم يتنجس ولازم يغسلوا المسجد كله، بيقول هددوهم بالقتل هو وصاحبه اللي نزلوا القرية دي لو سابوا لو ممشوش قبرهم هيبقى في المكان ده اهو. بيقول وفضلوا يحاولوا مع الناس وفضلوا يقاتلوا مع الناس، بيقول هناك قرى ما حدش نزلها يكلمهم عن ربنا قبل كده، فما فيش حاجة اسمها حد يبيتهم في بيت ولا مجامع يتفتح لهم اصلا. بيقول كنا بنبات كانوا حوالي 13 واحد، كنا بنبات في الجبال بنبات في الاراضي الزراعية، وقت النوم نفرش كده في اي مكان جبل او ارض زراعية ونقوم نايمين. بيقول لي وانا كان معاه 11 واحد باكستاني، بيقول وانا نايم في عز الليل قامت عاصفة ترابية، بيقول اتغرقت تراب وانا نايم، فهو تعبان وجو حر قاتل. بيقول ببص لقيت ال11 باكستاني واقفين يقوموا الليل، ال11 واحد، بيقول اتكسفت من نفسي، بيقول لي رجعت من السفرية دي كل ما حد يكلمني ابكي، محدش عارف انا ببكي ليه، انا ببكي من اللي شفته. هو في ناس بتتعب عشان ربنا كده؟ هو في ناس بتضحي كده يا اخوانا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو بسيط، هو ما عندوش علم، انت عندك علم قده 50 مرة عملت زيه؟ طب ما تسخر العلم بتاعك بقى في الدعوة الى الله، ما تتحرك انت بقى وربنا يكتب لك قبول، ما تتحرك. من الكلمات الخطيرة التي سمعتها هناك يقول لك إذا تحرك العالم تحرك العالم، إذا تحرك العالم تحرك العالم. العالم هناك يعني اللي عنده علم، يعني مش شرط، يعني اللي عنده علم ده في الدين لما بيتحرك الدنيا كلها بتقوم. الدنيا مش ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج إيه؟ يأتوك. أذن يأتوك، أذن أذن يعني سامع، اذن بالتشديد يعني اجهر وبلغ واعلن للناس، اذن وكرر الاعلان في الناس يعني البشرية كلها، عرف البشرية كلها، اذن في الناس بالعج يأتوك. هتتحرك ربنا هيجيب ثمرة، هتشتغل ربنا هيفتح، اذن يأتوك. قانون لو اشتغلنا ربنا هيفتح المجتمع كله، انما ان احنا اتحرك يا ابني على دينك، اتحرك في الدعوة، اتحرك في تربية نفسك، اتحرك في كل درس او مجلس علم او مجلس تجويد او حفظ قرآن او طلب تربية. عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قال لاحد يعني اخواني هلم بنا الى العراق تعال نسافر العراق، فقال له قد مات علماء الحديث والفقه فيها، خلاص بقى الكبار ماتوا. يعني زي الوقت مثلا ما اقول لك هلم بنا الى الاردن تقول الله يرحمه الالباني مات، يعني هروح اعمل ايه؟ فقال نذهب الى اقوام نتعلم من خلقهم وسمتهم،
نذهب لأقوال قومنا. فيعني بوابها ابن مفلح قال الرحلة في طلب التربية. يعني في رحلة في طلب التربية غير الرحلة في طلب العلم. أسافر عشان أتربى. درس الشيخ محمد يعقوب يوم الأربع كل أربع في القاهرة. مين فيكم يروحوا؟ الرحلة في طلب التربية. إنك تسافر عشان دينك. الاسفلت بتاع الطريق السريع اتنحل من اللي بيسافروا بعربياتهم عشان التجارة والدنيا. أمال يا رب بتوع الدين ما بيسافروش ليه؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. يا ابني لو عايز يبقى ليك قلب اتحرك على دينك. لو عايز قلبك ينور اتحرك على دينك. اتحرك. انا لما دخلت الخيمة الاجتماع كان فيه مئات الالوف من البشر. اجتماع رهيب. خيمة اللي انا فيها بس خيمة واحدة كده فيها جزء من العرب 30,000 بني ادم. والعرب يعني هناك يعني ايه يعني الناس الاعاجم دول يا جماعة عافية الاسلام. للأسف البخاري ما كانش عربي، مسلم ما كانش عربي، الترمذي ما كانش عربي، ابن ماجه ما كانش عربي، نسائي ما كانش عربي. يا جماعة عافية الإسلام. للأسف الواحد شاف هناك نماذج. الناس هناك تحس انه لما بيعرف ان في حاجة دين عايز يموت نفسه عليها. رحنا في مكان كده قرية واحنا رايحين بالعربية، قالوا لنا ايه هتروحوا تقعدوا في القرية دي كذا يوم كده. واحنا في العربية انا كل تخيلي اجيب طيارة ارجع بلدي منين. هو لسه في دنيا يا جماعة بعد العالم ده؟ هو لسه في دنيا بعد الدنيا ديت؟ روحنا قرية الغني هو اللي بينور لمبة بالليل. الحرامية يعني بعض اخواننا خرجوا كده وراجعين فقلنا خوفنا احسن يكون في حرامية. قالوا الحرامية خافوا يخرجوا اصلا، يعني مفيش حرامي. سبحان الله العظيم لقيت ملحق بالمسجد بيت مشمع صغنن كده. فيعني بقول لهم ايه ده؟ قالوا لي ده مدرسة اطفال. لما قعدت هناك بقى كذا يوم بقى شفتهم بقى بيجيبوا الاطفال من هم عندهم 4 سنين. مش العيال بتوعنا بتوع سبيستون وارتينز وديزني. العيال الكوكيز دول بتوع البتاع اللي بيشرب باللبن الصبح ده اسمه ايه؟ كورن فليكس. العيال الكورن فليكس بتوعنا دول. الولا 4 سنين 5 سنين ياخدوهم في هذه المدارس، يقعدوا في المدارس دي. عيال اعاجم بنغال. وطبعا المدارس دي في باكستان وفي الهند وفي اندونيسيا. انا قابلت اخ وانا رايح المطار عامل 52 مدرسة في اندونيسيا. 52 مدرسة. المدارس دي داخلية. الطفل ما يروحش بيته غير من 17 رمضان ل 15 شوال. شهر في السنة اجازة. و11 شهر قاعد. لو كان عدس يبقى موفق ومسدد وربنا فتح عليه النهاردة. لو كان عدس 11 شهر قاعد من قبل الفجر بساعة. لو انت جدع اعرف نام من صوتهم. يصحوا كلهم، كل واحد اللي قاعد يقرأ يسمع في النساء، واللي قاعد يسمع في المائدة، واللي قاعد يسمع، كل واحد بيسمع في صورة واصوات عالية جدا. هما مش فاهمين وما بيحفظوا ايه اصلا. عاجب يتعلموا الطريقة النورانية عشان يعرفوا يقروا في المصحف. واربع سنين يقعدوا يحفظوا القرآن. بعد ما يقعدوا من قبل الفجر بساعة لحد العصر يحفظوا القرآن. بعد كده من العصر للمغرب يمسكوا شوية مضارب خشب كده تعبانة يقعدوا يجروا ورا بعض بيها. ومن المغرب لتسعة بالليل يحفظوا القرآن تاني. بالله عليك لو عيل من عيالنا جينا نعمل معاه كده هيعمل ايه؟ هيحصل ايه؟ ده دول اعاجم يا جماعة. والمدارس دي في كل قرية في الحواري. يعني ما تتخيلش مثلا المدارس دي، مدارس في كل مكان. امريكا هتجن من المدارس دي، هتجن. بعد ما يخلص الاربع سنين حفظ القرآن يعملوا ايه بقى؟ يقوم طالع على مدارس تانية ياخد تفسير وياخد الفقه الحنفي لان هم هناك احناف. انما في اندونيسيا ياخد الفقه الشافعي لان اللي فتح اندونيسيا بالدعوة يمنيين واليمنيين شافعيين. فياخد الشافعي، ياخد الفقه الحنفي وياخد الكتب الستة، البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي والترمذي، وياخد الكتب الستة. وبعد كده يتخرج لازم سنة يشتغل خدام للناس اللي شغالين في الدعوة. يعني دول اللي كانوا خدامين لنا، اللي كانوا بيقدموا لنا الاكل، دارسين الكتب الستة والفقه الحنفي وتفسير القرآن وحافظين القرآن واخدين لغة عربية. دول اللي كانوا بيخدمونا، اللي بينظفوا لنا الارض، لازم يشتغل خدام عشان العلم يكسره، العلم ما يعلهوش، وعشان العلم يتعلم ان العلم معناه عمل. وبعد كده يقوموا مجوزينه
يجوزوه طبعا جوازه مليئه بايه 15 جنيه دي يعني كان عاملين حفل جواز كده لحوالي 200 300 واحد مع بعض من الناس دي كده. يجوزوه ويشوفه يشتغل ايه. وبعد كده ده كل ده ولسه عنده 17 سنه ولا حاجه، وده اللي واقف يخدمنا. مدارس دي هناك يا جماعه، احنا يا جماعه متاخرين. انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ انتوا عارفين لما واحد مثلا عايش بقى الامه العربيه والحضاره الانسانيه والطب والتقدم في الفلك، يقوم يروح امريكا مثلا ويزور وكاله ناسا ويزور المراكز البحث العلمي، يقول ده احنا اتسبقنا 500 سنه. يا اخوانا الناس دي مموته نفسها عشان دين ربنا. انا دخلت خيمه البنغال، انا بحسبها بقى زي خيمه العرب مثلا، الخيمه بتاعتنا 30,000 وفي خيمه تانية في وشها، فقعدت اتسحب كده هناك. طبعا اول ما شافوني قعدوا ايه، مش شافوني مش عارفين انهم عارفين من ايه، ده انا عربي، انا عربي. اول ما شافوا واحد عربي قاعدين ايه يمسكوا فيا ويبصوا لي، انا حسيت ان انا يعني ايه، انا عايزين انا شخصيه كبيره جدا. فقالوا ده هم العرب هناك معتقدين، العرب دول احفاد الصحابه عندهم، اي عربي ده حاجه خطيره. انا عايز ابص لهم اقول لهم يا نهار ابيض، احنا انتوا مخدوعين فينا. انا بتسحب ودخلت خيمه البنغال، انا شفت منظر والله يا اخواني انا عمري ما شفت عدد في حياتي بالمنظر ده، حاجه كده حاجه لا توصف، يعني ما اقدرش اقول لك اصلا العدد شكله ايه، حاجه مهوله مهوله في الطول والعرض. في والشيوخ بتوعهم قاعدين يدوهم الدروس بقى، يعني كلام عن الله وكلام عن الدعوه. قلت يا رب ده انا اول مره في حياتي اخاف، اخاف يا رب احنا نروح، هو الناس دي دول يا رب اللي معلوماتهم في الدين بسيطه وعلى قدهم، واحنا اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله قاعدين نطلب علم وقاعدين نحصل علم، فين يا اخواننا الحركه بهذا العلم؟ فين يا جماعه هذا الامر؟ شفتهم وهم خارجين جو خبر كده واحنا قاعدين ساحل العاج فيها رده، حركه تنصير تقريبا في وسط افريقيا حاجات دلوقتي في مشاكل تقريبا وكده، واحنا قاعدين ما كنتش اعرف احنا قاعدين فورا ده انا طالع على ساحل العاج. انتوا عارفين بالظبط كده لما اقول لكم مثلا ايه، ده في على اول الشارع مثلا شاب بيعكس بنت، مين يوم ينكر المنكر؟ انا هقوم اجي ساحل العاج يا جماعه فيها رده، عشرات عشرات الافواج طالعين على ساحل العاج ليه؟ ذبحوا التنصير في اندونيسيا. تسمعوا عن التنصير في اندونيسيا؟ سمعتوا عن التنصير في اندونيسيا واللي كان عامله؟ التنصير في اندونيسيا كان رهيب، ذبحوا التنصير في اندونيسيا لدرجه ان القساوسه بيسلموا على ايديهم وبيرجعوا يلفوا على الناس اللي نصروهم تاني. يعني يا اخواني في الله انا يعني انا اتحدث هنا عن جزئيه الحركه، جزئيه الحركه يا جماعه. يا اخوانا ناس اتحركت عشان دين ربنا، لما بتشوف المنظر ده بتحزن، ده احنا اتسبقنا قوي. وانا شايف منظرهم وهم خارجين بقى بعد الاجتماع، 3400 جماعه خارجين الى بلاد الارض بقى كلها، ناس ما ممكن واحد منهم ما فيش في بيته فرخه، انا مش عايز اقول لك ما فيش في بيته بالطين، وخارج يقول لك انا رايح امريكا وانا رايح مش عارف مين وانا رايح مين وانا رايح اتكلم عن ربنا ايه ده يا اخوانا؟ يا جماعه احنا يعني احنا عايزين نفوق والله يا شباب، احنا عايزين نفوق، احنا عايزين نفهم. هتقول لي العلم، انا يعني انا حياتي كلها عشان العلم، واغلى حاجه في حياتي هي العلم، ولكن يا جماعه العلم عشان نعمل، العلم عشان نتحرك، عايزين نتحرك، عايزين نشتغل، عايزين نطلب دين ربنا، عايزين نتحرك عشان ديننا. انا شفت منظر الوف خارجه الوف خارجه الوف خارجه رايحين بقى كل حته في العالم، الواحد كان هينهار من البكاء من هذا المشهد، والناس خارجه فقراء منهم ناس شايلين الحمامات، لان عارفين يعني ايش الحمامات، رايحين قرى ما فيش فيها حاجه اسمها صرف صحي اصلا، فبيقوموا شايلين اربع خشبات كده، ولما يروحوا هناك يحفروا حته في الارض ويحطوا الاربع خشبات ويحطوا عليهم حته قماش وده الحمام، وبعد كده يردموا على هذه الحفر، وبعد كده وهم رايحين بلد تانيه يقوموا شايلين الحمام معاهم. ده بيتحملوه عشان مين؟ وده بيتحملوه عشان ايه؟ وانت ما بتستحملش انت ليه؟ وانت ما بتبذلش انت ليه؟ وانت ما بتتحركش انت عشان دينك ليه؟ يا اخوانا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب. انا مش بقول لك يا سيدي روح سافر ايسلندا عشان تكلم الناس عن ربنا، انا مش بقول لك دلوقتي ليه، انا بقول لك اجري على دينك، اجري عشان انت تتربى، اجري يا عم في طلب العلم،
تبقى بكرة راجل عندك علم تنور الدنيا. اجري في طلب العلم بس اجري، اتحرك، اجري في حفظ القرآن بس اجري، اجري ارحل في طلب التربية كعبد الله ابن المبارك بس اتحرك. انما النومة اللي احنا نايمينها دي وعايشين في الوهم، عايشين في الوهم. احنا مين يا ابني؟ انت لما تبص الناس عملت ايه عشان ربنا هتتقهر. انا لم احكي لكم شيئا، انا ما حكيت لكوش حاجة. اوعى تفتكر ان شوية الكلام اللي انا بقوله لكم ده انا ما حكيت لكوش حاجة. انا لو حكيت لك انت كبدك ده يتفتت من الهم والألم والحسرة. انا دخلت على واحد هناك، يعني اسمه شيخ عبد الوهاب، عنده 98 سنة، ده واحد من الشيوخ اللي هناك 98 سنة. دخلت اسلم عليه، الراجل نايم على السرير، الراجل مشلول ما يقدرش يتحرك، بيتشال بسرير كل يوم، يتحدث عن الله 3 ساعات بعد الفجر. يقول لك اكتر يعني 3 ساعات، يقول لك الدكتور قال له هتموت لو فضلت تتكلم، صوت الاحبال الصوتيه بتاعته مفتوح له وبتاع هنا، صوت صوته وهو بيتكلم يجعزك من صوت الرهيب اللي بيطلع من زوره. الدكتور قال له هتموت لو اتكلمت. يقول قال لي الطبيب انت كلمت عبد الوهاب ستموت، فمات الطبيب ولم يمت عبد الوهاب الى الان. ثم قال الطبيب الاخر انت كلمت يا عبد الوهاب ستموت، فمات الطبيب الثاني وعبد الوهاب ابقاه الله بعده. ثم قال الطبيب الثالث انت كلمت يا عبد الوهاب ستموت، فمات الطبيب الثالث ولا يزال عبد الوهاب الى الان حي. الوهاب ده واحد سافر معاه تركيا في الدعوه الى الله، بيحكي لي بيقول لي لفينا في 3 ايام 5000 كيلومتر. عنده 98 سنه يا اخوانا، 98 سنة. بيقول ورجعنا على المركز الاسلامي اللي هناك، بيقول رجعنا كلنا نمنا بعد الفجر مقتولين للظهر. بيقول صحينا لنا الاتراك بيضحكوا علينا، قالوا لنا انتوا نمتم وهو فضل صاحي قاعد يكمل في الدعوة الى الله، ويا دوبك نام ساعتين في النص وصحي يكمل تاني قبل ما انتوا تصحوا. انا عايز اقول لكم يا اخواني ان في ناس بتشتغل ويوم سابقة ويوم القيامة خلاص بقى كل واحد عند ربنا، كل واحد ايمان بقى، يعني ايه هنالك كتب له كل نفس ما اسلفت، كل واحد بقى جهده هيكشف قدام عينيه وهيكشف قدره قدام عينيه. انت عايش ليه؟ انت بتتعب عشان ايه؟ انت بتبذل عشان ايه؟ اخ هناك سمع ان في تنصير في افريقيا، قال لازم اروح هناك، لازم اروح هناك. يروح مدة معهوش فلوس، لا يملكش الا بيته اللي ساكن فيه. قال لزوجته يا اما نبيع كلية يا اما نبيع البيت. قالت له نبيع كلية ازاي؟ قال لها حمزة ضحى بكبده. ايه يعني لما نضحي بكلية؟ سبحان الله. واتفقوا على انهم يبيعوا البيت، وباع البيت وسافر. ربنا رجع لقى البيت مشري تاني ومعه نص ثمنه كمان. يعني القضية مش قضية الدخول في القصص، قضية ان هل في ناس يعني عندها عاطفة للدرجة دي عشان الدين؟ طب انت عاطفتك شكلها ايه؟ هل في ناس عايزة تتعب عشان، هل في ناس مستعدة تضحي بالمنظر ده عشان الدين؟ طب انت مستعد تعمل ايه؟ طب انت العواطف اللي جواك بتحركك قد ايه؟ ده انت بتبقى بس كده يعني بتتاوب شوية مش قادر تقوم تصلي ركعتين قيام ليل زيادة. يا اخوانا لازم نتغير، يا اخوانا اتحركوا على دينكم يا جماعة، اتحرك على دينك، ابذل عشان دين ربنا، اتعب عشان دين ربنا، اتعب عشان توصل لربنا، اتحرك عشان توصل لربنا. يا جماعة في ناس ما بتنامش، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ناس قتلة نفسها ليل نهار. هتيجي انت يوم القيامة وسط الناس دي فين؟ عايزين نتغير، عايزين نرجع النهاردة كده بإذن الله سبحانه وتعالى نفتح المصحف ونفتح سورة المطففين. السورة دي غيرت المجتمع المدني كله، قلبته، غيرت الأخلاقيات بتاعته، رفعته من مجتمع بيغش في الميزان عشان 10 جرام لمجتمع عايز يبقى فعليين، لمجتمع عايز يشرب من تسنيم، لمجتمع عايز اعماله يشهدها المقربون، لمجتمع من الابرار. ارجع وحاول تغسل قلبك بالآية دي، حاول ترقى، حاول تطلع، حاول تشوف الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه التنافس، الذي ذكر فيه المنافسة. حاول تبقى من اهل التنافس في دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني الواحد كان يتمنى ان هو يعني في معاني كتير جدا في المنافسة في القرآن وفي السنة وفي دين الله سبحانه وتعالى.
ولكن يعني ذهب الوقت من بين أيدينا وحسبنا أن قضينا هذه الساعة في آيات من كتاب الله وكفى، وهذا هو الشرف. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه؟ بإيه؟ بكلمات فإيه؟ فأتمهن. قال: إني جعلك للناس إيه؟ إماما. أهدي كلمات زي الكلمات اللي ابتلي بها إبراهيم. مش القرآن ده كلمات؟ القرآن ده طريق الإمامة. هتقبل على كلمات القرآن وتعيش معاها وتطبقها وتعمل بيها، ربنا هيرفعك في الدين وفي الدنيا. فهذا طريق الإمامة يا إخواني في الله. الكلمات التي ابتلانا الله بها، كما ابتلى الله إبراهيم بكلمات فلما أتمها إبراهيم جعله الله للناس إماما، فمن أتم هذه الكلمات جعلها الله للناس إماما. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم ارزقنا علو الهمة في دينك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا علو الهمة في دينك يا رب العالمين، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أعمر أوقاتنا وأعمارنا بطاعتك يا أرحم الراحمين، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم أعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن. اللهم يا ربنا زدنا علما، اللهم علمنا ديننا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم استعملتنا استعملنا فيما استعملت فيه عبادك الصالحين، اللهم أقمنا فيما أقمت فيه عبادك الصديقين. يا ربنا من علينا، يا ربنا أكرمنا ولا تهنا، يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، يا ربنا أعطنا ولا تحرمنا، يا ربنا آثرنا ولا تؤثر علينا، يا ربنا اهدنا ويسر الهدى إلينا، يا ربنا انصرنا على من بغى علينا. يا الله يا الله، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أضئ قلوبنا، اللهم تب علينا من ذنوب الليل والنهار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.